عم تسمع؟ بترحل حمدة مع طلعة الضو. لوين؟ عجهنم اللي تحرقها. المهم ترحل، هذا نهائي. المخلوقة صارت مجنونة حب، ومجنون الحب أقوى من أي إنسان، أعمى وأحمق. وحمدة صارت خطرة يا رستو. إذا كان هيك ما حدا عاشق قدي. أنا رح أجن بحب سعاد، معناتها أنا مجنون وأعمى وأحمق. وفي مليون صفة من هالنوع جنابك بتتمتع فيها. رحل حمدة، كل هالخيالة ما بيهددوا حياتك مثل ما حمدة بتهددها. بس حمدة بتحبني وما ممكن تأذيني. ما بيأذي إلا اللي بيحب، لما بيلاقي حاله مخدوع وبدون أمل. ماشي، ولو إني مقتنع إنه بتحبني وبس. وأنا بحب سلامتك. نزلت عن كل أخلاقياتي لحتى تبقى سالم. جردت قلبي من كل طيبة معششة فيه. لهفتي على سلامتك خلتني أعمل يلي كان أبوك يعمله واللي كنت أكرهه فيه. رحل حمدة يا رستم، رحلها. طيب، مع طلوع الضوء. أنا سهرانة، ما رح يجيني نوم. بدي كل الأخبار، أخبار الأحدب، أخبار سعاد، بدي كل الأخبار تجيني لهون. أنا ما حدا بيأمرني. إلا ست الكل. شو اسمك؟ رامز. وين أهلك؟ صوب الباب برا حلب. مرابعين ولا ملاكي؟ ليش هالأسئلة هي كلها؟ رد علي بعدين بتعرف. أهلي مرابعين، مسارعين بالحصة. عند مين؟ عند عزمي آغا العريان. باب القفص جنبك تماما. بتعرف شو يعني لما بتمد إيدك وتفتح باب القفص؟ بدك يعني أهربك؟ الله ينور عليك، مزبوط. أنا ما متت، بس شفت الخيال اتنين شلون ماتوا. اللي بيحسب بيسلم، مزبوط. بس عمره ما بينال فرصته. خليني اطلع وشوف كيف بسيطر على الخيالي وعلى الموقف كله. رح صير انا الامر الناهي، ورح اخذك معي لحلب واعطيك قطعه ارض ملك لك ولاهلك، ومكافاه ماليه مشان تتجوز. هذا وعد ضابط. بس انت مد ايدك وافتح الباب. لو بدهم اياك خيالتك كانوا طالعوك. جبنة! شلون بقى بدك تضمن تسيطر على جبنة؟ شو ممكن احكي لك بعد اللي حكيت لك اياه؟ احكي لي يا حاجات وعن كل شيء. اللي ما بيعرف شو اللي صار ما بيقدر يحسب حساب بده يصير. رجاحت عقلك يا بنتي، نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. احكي لي عن جواد، قالوا عنه شيطان. الجهل والظلم والاستبداد، هدول اللي قالوا عليه شيطان. يا سيدي العمل منه حال، وراحل كتير، وما بقي منه إلا القليل. إن شاء الله العمر الطويل. اللي شو طلبك؟ طلب التعبان يا سيدي، بدي ارتاح واتفرغ لعبادة رب العالمين. وين بدك ترتاح؟ البيت اللي بطرف الضيعة. طلبك مجاب، تكرم عينك، رح نعطيك البيت يلي بطرف الضيعة. اللي يا حجاطي، انت ظلمت حدا بزمانك؟ يا سيدي بني آدم خطاء، وكيف أتحرك ظالم؟ الله يشفينا بغفرانه ورحمته. وبتعتقد انه رب العالمين رح يرحمني يوم الحساب؟ يا سيدي الله أعلم. الله غفور رحيم، وكمان شديد العقاب. يا حاج عطوي، خود أغراضك وروح عود بالبيت يلي بطرف الضيعة، وكل ما صليت ادعيلي، لأنه هدول الفلاحين شياطين، كل ما صلوا عمدوا علي. حاضر يا سيدي. جهل
والظلم والاستبداد. الطغيان والتسلط واستعباد الناس ما بيصير إلا مع جهل الناس. على كل حال هي إرادة ربنا سبحانه وتعالى يا بنتي. بليلة واحدة خلق الشر بالقصر وسموه رستم، وخلق الجمال بالضيعة وسموه سعاد، وخلق الشقة والعذاب ببيت عبد الودود وسموه شيطان. بس لا طلع الشيطان شيطان ولا الإنسان إنسان. عادل. حاضر. انتظرني برا. سيدي الأحدب حرق بيتي ورجالك سمعوا كيف أمي عم تدعي علي. عمل مثلي، كساب رضاها فورة حليب، تغضب عليك بترجع بترضى. روح. حاضر. خضيري. نعم يا أبا. الليلة لقيتنا يا خضيري، الليلة أنسب وقت، فرصة وجهت لحالها. أنت عن شو عم تحكي يا أبا؟ خاشو ضروري نقتله قبل طلوع الضوء، ولازم الكل يظنوا إنه اللي قتله واحد من ثلاثة، الأحدب، أهل الضيعة، عدل. تأمر يا أغا. بس منشان تمر الخدع بدون ما يحسوا رجال خاشو إنه رجالنا لهم علاقة بالموضوع. بدنا نضحي يا أغا. نحن خلقنا لنضحي، بس بشو بنضحي؟ ما عم يطاوعني لساني أحكي يا خضيري. أنت بتعرفني، أنا عندي ضفر كل واحد من رجالي بيسوى الدنيا كلها. أنت أمور يا أغا، ونحن جاهزين للتضحية. تضحية إنه ينقتل مع خاشو كم واحد من رجالنا يلي عم يحرسوه. شفت؟ قلت لك التضحية كبيرة، بس الخيالي ما رح يصدقوا إنه رجالنا أبرياء من دم خاشو إلا إذا انقتل كم واحد من رجالنا. ساعتها بتروح التهمة لغيرنا. فهمت عليك يا أغا. التضحية كبيرة. ما حدا كبير غيرك يا أغا. رح أنفذ. قبل طلوع الضو يا خطيري، الليل ستر. عدلي. ايه. في مهمة للأغا بدي نفذها أنا وياك. وشو هالمهمة؟ شايف القفص واللي قاعد جواته؟ شايفون. هذا اسمه خاشو. هذا العدو الأكبر للأغا. ملعون ابن ملعون. مهمتنا أن نقتله. لا. عدلي. يلي بده يخدم الأغا بده ينسى كلمة لا. سمعت؟ ليش بدنا نقتله؟ قلت لك أوامر الأغا. اسمعني منيح. أنت ميتك عند الأغا معكرة. قلت له أنك قتلت الأحداب. دوروا عليه ما لقوه. قلت له ان سعاد مربطه بيت ابوها، دوروا عليها وما لقوها. لذلك بيت صفحتك عند الاغا وخلي ميتك صافي. اسمع، انت بتعرف تستعمل قوس النشاب؟ لعيونك. خاشو. جواد. لا. خاشو.
شباب، هاشو القتل وهذا اللي قتلو، هاو اخضري اخضري. عم تبكي يا ست الكل؟ اخر شي بيقدر يعمله الحسين انه يبكي. ما تشوفي شر يا ست الكل، شو بدك احسن من هيك موتة محكمة؟ الكل اقتنعوا انه عدلي هو اللي قتل خاشو وانه الاحدب كان مع عدلي. الموت بيشبه النار يا ارسطو، بيمتد وبيحرق لا تخافي يا ست الكل، لا تخافي، انا هلا لحتى ارتحت. ارتحت على حساب تعب قلبي انا يا ارسطو، قلبي انا. كان بيني وبين اني رد الجميل لخاشو فشخه واحده بس. ومين يلي عملها؟ ما عرفت يا حج. ونعيم؟ سلامة نعيم يا سعاد. انا ما رجعت لاني خفت، انا رجعت مشان نعيم. كان مستحيل اوصل له بدون معركه خسرانه، وساعتها رح يكون هو بخطر. انا بعرف قديش انت شجاع يا جواد. ياكي تعرفي قديش عندي رغبة انك تكوني اسعد مخلوقة على وش الارض.
ما بدي موت مو لاني جبان، انا ما بدي موت لاني خايف على سعاد. مين بده يحميها بعدي؟ مين بده يخلص نعيم؟ مين بده يفرح بحسه؟ سبحانك يا رب، جوات اي صندوق زرعت بقدرتك قلب هالانسان؟ خجلان تقول جوات الشيطان يا حج. خسا، يوم اللي كان عمرك ساعة قالوا عنك وأنا ما قلته. يا ابني بدي أحكي مع بنت عتوم حديث، بدي منك ما تقاطعنا. ماشي؟ أنا راح ضل هون حجي. وين جواد؟ برا. في حديث بدي احكيه معك، ممكن؟ انت مثل ابي، تفضل. غيمه سودا وانزاحت عن قلبي يا ست الكل، بس هالكتاب يلي حملتيهن اياه وقعتي وخليتيني وقع كان غلطه، وغلطه كبيره. والله يا رستم ما الغلطه الا سكوتي عليك من البدايه. ست الكل، انت شلون بتفكر اعوج؟ شو الصرفه مع قصر نظرك؟ من دون هالكتاب يلي بياكد ولائنا للسلطان وغيرتنا واحزاننا على المجي بيك، راح تلاقي مليون مين يدس عليك، وتلاقي جيوش السلطان الى اول ما لاخر. ما راح ابطل قلك يا ست الكل، بس هالنبره ممنوع اسمعها مره تانية. وصار في علي ممنوعات؟ عالكل. زال الخطر ورجع يتمختر. ست الكل، خلص انا رح اسكت، رح انسحب، ما انا غريبه عنك. انت من الناس، وكل هالناس لما بينحبس المطر بيصلوا بيدعوا لربهم لحتى يشتي، ولما بتشتي الدنيا بيوقفوا كل دعواتهم. انا مالي طلب عند رب العالمين الا طلب واحد، انه يجعل موتي قبل موتك. لحد هاللحظه يا ابني في جوات صدري قلب أم. يا سعاد، أنا بعرف كيف بهتم بحالي. لازم تعرفي إنه كل هالشي من شان سلامتك. تسلم. من شان مين؟ فتحي عقلك وافهمي. أنا أتجوز خضيري قتال القتلة؟ ولك مو معقول، كيف؟ وكيف تاركني طول هالأيام اللي مرقت اتأمل بإني صير مرتك، وهلأ عم ترميني لواحد كلب مثل خضيري؟ ولك أنت حقير، حقير يا رستم. لا، اقتلني بإيديك، أكيد موتي ما رح يزيد كتير من جدوى الأسام اللي ماتوا على إيدك.
قتلني وريحني. ومن شو بيشكي خضير؟ ولك قتلك موتني احسن ما قتلك بايدي هدول. هدي حالك وفهميني. ولك شو بدي افهم؟ شو انا بعد كل هالسنين ترميني فضلت قرفك لخضيري؟ قاتل حاله عليك. اللي مثله بيقتل كل الناس وما بيقتل حاله. خليني فهمك. ولك شو بدك تفهمني؟ شو هذا خضير اللي عم تستهتري فيه احسن منه؟ ابن الكلب خنجر غدرك بعد مثل الليل. حمدة، انت بتعرفي انه ما في اسهل من اكلك. انا ما بدي اقتلك ولا بدي رحلك ولا بدي اكل. افضل حل هو خدين. شبه هالفراشة بدك تضلي تدوري حوالين النور لحتى تحترقي. صار اللي صار واحترقت وصرت رماد. ما بعرف شو بدي ساوي. لا بقدر اتنكر ولا بقدر غير شكلي. هذا قدري يا سعاد. برمي حالي على النار يا بحري يا بحتري. يعني انا لما برجع على القصر وانت مثل ما بتعرف انه رستم بيحبني كتير، يعني ما ممكن يأذيني. ما في اي خطر علي وانا بالقصر. شو كمان؟ وافقني على شو؟ على اني روح على القصر وساعتها انا بلاقي اي طريقة انقص فيها نعيم. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخا يا سيدي الاغا، الخانم سعاد اجت. شو الحكي سعاد؟ يا سيدي يا اغا، الخانم سعاد اجت لحالها وليك هون بالقصر. اشرقت الانوار وطلت مواسم الفرح. أبي وأمي هون؟ معززين مكرمين. تسمح لي شوفه؟ طلباتك أوامر يا سعاد. مع أني ما لي مصدق أنت أقعد معك اسمع أخبارك وأطمن عليك. تفضلي لأخذك. سعاد حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. طلبت الغالية تشوفكن وتقعد معكن شوي. عمي عتوم بس تفضى أنا عاوزة. ماشي يا أغا. لا تقلي يا أخي. من اليوم ورايح بتقلي يا ابني لحتى تعرف سعاد قديش غالي على قلبي. راح أترككم ترتاحوا شوي مع بعض.
يا ابني العقل زينة. قالوا زينة عم تحكي عنها. أنا تركتها تروح لأنه ممنوع علي خالف رغبتها. بس أنا ما بتمنع الزينة اللي عم تحكي عنها يا حج. أنا رايح. جواد لوين؟ لا تسألني لوين رايح يا حج. لا تسألني. شو بهالخانو؟ بترضى تجوزني؟ ما في شي بيرضيني قد هجوازة يا خانو. بتعرف قصتي مع رستم؟ بعرف. وبتعرف إنه غيرك بيعرف؟ كمان بعرف. ورغم هذا بدك تجوزني؟ اسمعي يا خانو، الآغا قاعد على راس شجرة والفاكهة اللي بده إياها بيقطفها بيأكلها. أنا ما بحق لي أقعد إلا تحت الشجرة والفاكهة بتسقط هي إلي. أو اللي بيشبع منها رستم وبيرميها. بتضل نعمة يا خانو. بتعرف يا خضيري شو الفرق بين الإنسان والكلب؟ الفرق إنه الإنسان بياكل لحم والكلب ما له غير العظم. أي نعم أنا فاكهة مرمية بس مالي ساقطة. بصلح لأي مخلوق بس للكلب لا. خدعة. خدعة شو؟ مثل ما قلت لك جايتها لهون خدعة. كيف يعني؟ المخلوقة تعبت كعيت صابة يأس بعدين اكتشفت انه انا الافضل والاقوى والمنتصر. مصيبتي اني ماني قدراني اتركك او اتخلى عنك رغم اهانتك الي. على كل حال انا بعد ما سألتها اكتشفت انه يمكن المسخ مات وهي فقدت الامل انه حدا ممكن يساعدها. يا ابن دحام من شان الله لا بقى تزني على دماغي. كل هالشي صار ونحن هون. صار كثير يا ان شاء الله تكوني حطيتي عقلك باسك وافقتي تتجوزي الاغا. بس انت ما كان هيك رايك يا بنت. يا بنتي الضروره الى احكام ما في باليد حيله. هيك رايك؟ العقل هيك بيقول. وانت امي؟ يا بنتي انا تعبت كثير من كثر ما شفت. اعتبريني عم حارب حلي ارتاح. يعني تجوز رستم؟ ايه لك بنتي تجوزي، رضى عليك تجوزي. وكمان طلبي منه مشان يطلع النعيم من الحبس، وبروح انا وياه بنحفر من طالع الذهب، مالي حلالي. ماشي يا ابي، ماشي. لك الله يرضى عليك، هلا حتى تاكدت انه ظفر البنت بيسوى 20 رجال. شيطان. أنا حياتي ما لها أي معنى. أنا لازم موت. لا يا ابني لا تكفر. بيصير رب العالمين يخلقك بدون حكمة منه؟ بيصير يتركك من دون زينة؟ إذا كان عقلي زينتي يا حج فعقلي سبب العذاب اللي أنا فيه بالليل وبالنهار. وإذا كان زينتي قلبي قلبي سبب كل شيء أنا فيه. شايف المقبرة؟ مليانة جثث متعفنة.
بشوف حكمة رب العالمين مو حارمة من بديع صنعه، عشب أخضر وزهر. اسمع يا حج، أنت السبب بكل شيء صار. بعد ما سعاد حكت معك راحت على القصر، أنت السبب. أنت السبب. أنا بدي أطلب منك طلب. طلباتك أوامر يا صاحبي، تفضل. أنا ما عندي غير طلب واحد، أنا بدي تطلب سراح نعيم. وعلى فرض أطلقت سراح، شو راح بيكون موقفك مني؟ فكر. عم تحطي شروط يا سعاد. انت بتعرفي شو رح بيصير مركزك لما بتصيري زوجتي، خانم الخوانة، ست الكل، ما رح بتكون قبلك. معقولة بقى تفكري بنعيم ابن زبال الضيعة؟ وليش مستغرب؟ ما انا بنت عتوم الريوش. طبعا بدي استغرب. لا، الآغا رستم عم بيغار من نعيم الزبال، قال ما جيبيك ما بتجوز عليه غير الرحمة، قال للعقله وعمل نعيم غريم. الرغبة عبودية للراغب يا آغا. إذا كانت الرغبة اسمها سعاد والتقى أكثر من راغب، تنتصر سعاد. لا، تنتصر رغبة الآغا، يعني أنا، السيف، الخنجر، الكرباج. لا، مات. أنا قتلت ابني، عبد الودود قتل ابنه.
اترك الضيعة ولا ترجع. اللي بيعمل عملتك ما بقى له عيشة بهالضيعة. جايين على طريق الضيعة شفنا الرجال لقح الأرض لم تمر لأنكم مو شفنا بتعرفين؟ لا والله ما عرفته بس مبين حالته تعبان كتير سافل. من شان الله ما بصير اسمعك تحكي هيك على سيد الأغا وما أحكي. ولك غبي بتعرف ليش أنا بدي أجوز رستم؟ بس لأني ما بحب اسمع جوزي يقول لحدا سيدي. الناس مقامات. اختاري انت بدك تتجوزني ولا لا؟ سبق وقلت لك رايي. المهر بيصير عروس من غير مهر؟ اطلبي. سعاد بدي اياه يغوص بقلب غريمتي. سعاد اللي سبب كل هالمصايب بدي أهجزه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. رفض يطالوا لنعيم الحبس. رفض؟ ليش؟ روز قالوا. ولك بنتي شو قصتك؟ ليش ايديكي بالمي وايدين ابوكي بالنار؟ فهمي شو صار. يا امي عم لك رفض، ليش التفاصيل؟ واموالي وذهباتي. اللي بس مشان هيك بدك نعيم يطلع من الحبس؟ لا، مشان زبالة الضيعة. مين بده لما اذا الله افتكر حيشه؟ لك بنتي شقى عمري، عمري كله سنين وانا عم بجمع، سنين وانا عم بكذب. وسنين وانت عم تظلم يا ابي. عفارم عليكي. قلتيها بعد كل هالذنوب بدك يعني اطلع من هالدنيا ايد من ورا وايد من قدام؟ حضروا حالكم كلكم، انا بعتت جيب الشيخ مشان كتب الكتاب. امرك يا ابني. لك الله يخرب بيتك، انت رح تنقلعي مع رستم وذهباتي بدهم يضيعوا وما راح يبقى لي حدا غير زينب. هذا مو عدل، مو عدل بنوب. يا ابني راحت القصر بموافقتك، برضاك، بطوعك. انا شو ذنبي؟ ما راحت بموافقتك؟ انا خليتها تروح لاني ما بقدر الا لا يا حج. شو يلي بدك اياه؟ لما بتكون ما قادر تقول لا يعني انت خارج الموضوع؟ ما قالك تعلق؟ اللي ما بيملك يقول لا وبيقول نعم ما قاله شغل. أنا كل الشغل لي. لا مو كل الشغل، حتى ما قالك ولا شغلي. قول شو بدك، قول شو عملت، قول لوين بدك توصل.
انت كتاب مفتوح ما حدا عم يقدر يقرا فيه الا انا. يا ابني بزمانه الامير رستم وهو صغير وقف عند البحر بالليل، كنت معه، كان مطلوب مني اني دير بالي عليه. شاف القمر معكوس بقاع البحيرة، اتسلط وقال بده القمر. ساعتها بتعرف انا شو سوي؟ فرجيته القمر قديش عالي بالسماء، وفهمته ان القمر اللي بالبحر مجرد وهم خيال. بتعرف شو قال؟ قال ابن السبع سنين يا حاج عطوة، بس اكبر بدي اعمل سلم طويلة طويلة من هون لعند القمر. ابن السبع سنين يا جواد بده القمر، والقمر عالي. فكر ببراءة الأطفال وطلع معه إنه بس يكبر راح يعمل سلم ليوصل للي بده إياه. طبعاً هو ما وصل للقمر، بس حط بباله يعمل سلم. ذهب معدن 24 قراط. سألتك شو بدك؟ بدي تفوتني لعند نعيم، بدي احكي معه بموضوع ضروري وبطلع فورا. وهالكف ما بيدري شو عمل هالكف، والاسواره حلال زلال لك. هات الاسواره. الله يرضى عليك يا غيور، انت افتح لنا. فرجيني عرض كتابك. شلون؟ كيف؟ امشي. شبنا ولو ما اخذت الاسواره. قلت لك امشي عندنا اسحبك لعند الاغا. ولا انت عارفان انا مين؟ انا بدي اصير عمه للاغا. قلت لك امشي. طيب هاي السواره. السواره بتقدر تطلبها بعد شوي من الاغا. الله يخرب بيتك، انت مجنون انت؟ بدك تفضحني؟ الله يخرب بيتك. الهي ربي وسامع دعاء، يا رب الله لا يوفقك، الله لا يوفقك بجاه النبي.